بزاف. عقرتوني علاش هاد القطاع بوحدو؟ علاش؟ علاش هاد القطاع بوحدو اللي تعقر؟ علاش؟ واش ما فكرتوش في هاد الناس هادو؟ واش ما فكرتوش هاد الناس راه عندهم وليدات، راه تيقراو وليداتهم في البريفي، راه الناس ما خلصاتش على ولادها، راه الناس اقسم لكم بالله انا كنت خدام في القطاع ديال البريفي، عارف شي خبايا كيوقعوا في هذوك البريفي ما عارفهم حتى شي واحد. الناس علاش الناس ما خدامينش؟ ما خدموش في كورونا وقفتونا وكتقولوا المدارس بريفي ما رحموش الناس، خلصوا على ولادهم، خلصوا عليهم عباد الله. ما كاينش 50% 50% اللي خلصت الناس على وليداتهم، كاين اللي خلص كثر، كاين اللي خلص 100%، ما حيدوا لهم حتى شي حاجه. وحنا الناس اللي ضرينا انا ما تخلصش، ما خديتش ريال في القطاع ديال بريفي، عندي ورقيه، عندي لا سينيسيس، عندي كلشي، نوريكم الاثباتات والدلائل، عندي كلشي. راه بزاف هادشي والله حتى بزاف قهرتونا في هاد البلاد هادي، ما قدرتوش علينا اخويا. حلوا لنا الحدود نمشيو بحال، حلوا لنا الحدود نمشيو بحال. انا راه نعيشها وسط التراب، شي راه نحفر قبري في الارض وننعس فيه ونفيق الصباح ونجيب رزقي، راه سبع صنيع، راه ندير جليج، ندير البنين، نصبغ، فنان تشكيلي، ندير معاكم اللي بغيت، ونتحدى اي واحد، نتحدى اي واحد. ما عطيتونيش حقي، ما عطيتونيش حقي في هاد البلاد، وعندي مع الحكومه كامله، حكومه كامله ما عطاتناش حقنا. ما قدرتوش على هذا المنصب اللي نتوما فيه، طلقوا اخويا وسيروا بحالاتكم، الله يعاونكم. حنا ما تنعايروكم، ما تنسبوكم، ما حتى شي حاجه، بكل احترامي لكم. ما كتشوفوا ما قدرتوش على هذه البلاد، سيروا خليوها، الله يرحم لكم الوالدين. راه كاينين، شوفوا كاينين شباب، كاينين شباب قارين واعيين مناضلين ضايعين في هذه البلاد، كنعرف منهم عادات. انا ولد الحي محمدي من الناس اللي خرجوا منه موسيقيين، خرجوا منه قوضات، خرجوا منه رؤساء محاكم، خرجوا منه ناس بزاف قراو، ضربوا تمارة، اغلبيهم كيبيعوا الديطاي في روسه ديال الدرب، ونوريهم لكم بالواحد بالواحد. انا ولد خالتي، ولد خالتي قرا هنا في البلاد، استاذ ديال لونجلي، صيفطو لزاكوره فين يقري، ماشي ظلم هذا، باش يقري لنا شبابنا وولادنا ولاد البلاد، صيفطو لزاكوره فين يقري، مشى هرب لكندا، مشى هرب. الان اليوم انا كنقلبوا عليه، انا بغيت ولد خالتي بعدا نشوفو، بغيت نترحم معاه، مو ماتت وما شافهاش. علاش هاد الحكره هادي؟ علاش كديروا لنا هادشي باش نغادروا البلاد؟ وبلا ما ديروا لنا هادشي، حلوا لنا البلاد نمشيو بحالنا، حلوا لنا الحدود نمشيو بحالنا، ما نبركوش معاكم دقيقه، ودقيقه ما نبركوهاش. ولا اقتدى الحال ناضت الحرب نرجع، والله ترجع نتحارب على بلادي بالله. علاش؟ فيها سيدنا، فيها سيدنا هو اللي كيشوف فينا، هو اللي كيرحمنا، من غيره كذاب. انتخبنا عليكم، وصلناكم للمناصب في الاول، اش كنتو كتقولوا؟ اش كنتو كتقولوا لنا؟ ندير لكم مصالحكم، ندير لكم شركات فاش تخدموا، غنقدوا الشباب من البطاله، ما نقدتوا حتى شي حاجه. علاش حنا بالضبط؟ علاش حنا بالضبط اللي قسيتونا؟ علاش؟ خرج شي واحد فيكم يخرج لينا بشي قرار ويقول لنا واش عندك معنا شي عداوه؟ عندك معنا شي حساب؟ واش شي تريتور تكرفص عليك شي نهار؟ هادشي اللي بان ليا انا، شي تريتور عطاك شي دجاج خانز ولا شي ماكله خانزه؟ هادشي علاش يمكن درتو علينا حنا بحال ما هكا؟ درتو لينا ها؟ علاش حنا الوحيدين اللي وقفتونا؟ علاش؟ ترامواي عامر، البيس عامر، البحر عامر، مقاهي عامرين، لي ريستون عامرين، راه قهرتونا بزاف، شردتونا في هاد البلاد هادي، الله ياخذ فيكم الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.